هذاك هو مش معناه التوافق الوطني العريض، لأنه ثم حلم جماعي، ثم حلم جماعي وحلم كاذب أحيانا خير من عدم الحلم. دونك اليوم فشلنا فيه. أنا اليوم أنا تقديري الشخصي كقارئ للأحداث أن الحوار الوطني ميت كلينيكيا، ولا أتمنى، لكن أعتقد أنه في نهاية المطاف سنلمس حقيقة بأصابعنا معناها. هذا رأي شخصي مش رأي حزب. رأي شخصي. إكرام الميت دفنه، إكرام الميت دفنه. ومبعد. رغم أنه سي حسين العباسي يذكر فيشكر، وأنه بقية الأطراف المربع هذايا يذكر فيشكر، عناه لمدة أسابيع ولمدة أشهر ويهز ويجيب وعمله اللي ما يتعملش. ماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد ذلك؟ ما اعتقدش كون الطبيعة فيها الفراغ ولا الحياة السياسية فيها الفراغ. بالطبيعة أنا أعتقد أنه ستطرح أفكار جديدة وستطرح مقترحات، وتحت ضغط الزمن. احنا مش قارين حساب الزمن لا من بعيد ولا من قريب، الناس ماشيين على رسلهم. التصنيف السيادي، الترقيم اللي صار مؤخرا، الوضع الأمني، ما ينتظرنا، الشهاري اللي قاعدة معناها في وقت من الأوقات نجم توفرش في الميزانية إلى آخره. أعتقد أنه هذا الخطر المحدق بالجميع، رغم انعدام الثقة إلى حد الآن فماش ثقة. تعرف احنا في حيرة، نحكي لك وضعيتنا كيفاش. نحن في حيرة نشوف انه حد ما قاعد يعمل في حتى شيء، ولا خبر يخرج هاو قريب هاو قريب هاو قريب. حتى الاحزاب السياسية بدورة يبدو لي ما عندهاش معلومة. خليني نعود هالك مرة اخرى، قلتها في اكثر من موقع، خطر احنا قاعدين نولده في امرأة وهي في شهرها الخامس. الحمل يأخذ 9 اشهر، بمعنى مناخ الثقة اللي يسبق الانتخابات. انت تضحك وانا ما طرحتهاش على سبيل النكتة، العفو مش على سبيل النكتة. قبل ما يبدأ الحوار ويكون الاتفاق ممكن نشدوا فيه، لو كان جاء ثم حوار زرع الثقة بين الناس وبين الأحزاب السياسية، وتمت التطمينات والضمانات لجميع الأطراف، ما نشدوش ساعتين في الكاستينج هذا اللي عملوا فيه تاع رئاسات الوزراء. ممكن نتفقوا عليه، شخص يعرف يقول الحق حتى ضد والديه، هذا هو المطلوب. شخص قادر يقول الحق ضد حزبه ضد ماليه ضد جهته ضد كذا، الحق حق، وقادر على مسك الامور في وباش يخدم مع كفاءات هائلة وكذا. لكن هذا المناخ من التردد وهذا المناخ من الشك، علاش انا نقول موت كلينيكي للحوار هذا؟ لانه إذا كان دخلنا بهالذهنية، يا سيدي خلص ربي وحالها ولدت وجابت لنا رئيس وزراء، قديش شدوا في وزير الداخلية وزير العدل وزير الفلاحة وزير الاجتماعية وزير الواحد. إذا كان كل واحد هكا معناها تونس ما يبقى منها حد شيء، وإحنا مازلنا ما كوناش ليكيب، مازلنا ما كوناش ليكيب. بالتالي فما مسألة أخرى، لأنه كي نحكي على مناخ الشك ومناخ لابد للبومة من غادي وكل حد يحب يدبرها للآخر، يفترض أنه هذا يتحل قبل. لأنه خلينا نقوله بكل وضوح وبكل صراحة، بالنسبة للثلاثي الموجود في السلطة وعلى رأسه حركة النهضة، ثم رأوا الكلام اللي يتقال في الإشاعة وفي الفيسبوك وفي القواعد، هذاك هو صحيح، هذاك الموقف السياسي الحقيقي، هذاك هو صحيح. أم يحبوا يدخلونا الحبس، أم يحبوا يخرجونا من السلطة، فهمتني، وعطيناهم كل شيء ويحبوا يرجعونا للسجون أو كذا إلى آخره من هذا الكلام. في الطرف الآخر يقول لك النهضة داخلة في سباق مع الزمن، عينة 2500 كادر على رأس الواحد، وتحب توصل إلى مرحلة تكمل القانون الانتخابي وتكمل الهيئة العليا المستقلة وتكمل الدستور وتعمل حكومة كما قالوا هما انتخابات، ويخرجوا هما والحكومة هذه ما ترشحش، وهما يخرجوا يعملوا حملتهم وينتخبوهم ويرجعوا بعد يقول لك أعطيني متاعي. هذا كله يقتضي أن الناس بشيء من زرع الثقة، مربع ثقة بالوساطة ولا من غير وساطة، يقولوا لبعضهم رانا نجم نعملوا مصالحة وطنية عميقة وكبيرة وشاملة. تصور انت في 23 سنة ثم 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 بعد جت طرحت اشكاليات على محاسبة تلك الفترة، وتو عنا فترة اخرى فيها حجم من الشك ومن عدم الثقة ومن الاشاعات ومن غيرها، انه نتفقوا على قواعد اللعبة. ما تنجمش تدخل بدوزيكيب يلعبوا في ماتش وما ثماش اربيتر وما ثماش جوج دوتوش. احنا داخلين في لعبة قواعدها غير معروفة. شنو هي قواعد اللعبة اليوم؟ الاشتباك السياسي، مش الاشتباك السياسي عنده قواعد، ثم حاجات، الرأي والرأي المخالف والتصريح والتصريح المشكك وغيره. في المناخ هذا يولي أهمية ربح الوقت تولي مهمة برشا،
وتولي الأزمة طايحة على رأس الشعب التونسي وعلى رأس الموظف وعلى رأس غير الآمن. هذا سؤال ربما في سنتاج صغير سي لازار، انا معلش برشا وقت الان. اذا ناخذ اليوم نحن الجمعه ونحكي على نهار الاثنين الالتيماتوم، هل تعتقد الى حد هذه اللحظه انه يوم الاثنين سيعلن الفشل؟ الاحتمال وارد، والمعطيات كي تجمع البازل تلقى انا نقوله يلزم معجزه باش ما يعلنش الفشل.